أفضل وأحكم. سئل الإمام الرضا عليه السلام: الله فوض الأمر إلى العباد؟ قال عليه السلام: الله أعز من ذلك. قلت: فأجبرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك. ثم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني. عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك.